تاريخ والسؤال هو من هو آخر ملوك تونس حكماً عام 1957؟ في ثلاثة بيكتبوا أول وآخر ملك في تونس. مملكة تونس اتأسست بعد الاستقلال عن فرنسا مارس 1956. ايه ده؟ امال انتوا الثلاثه كنتوا بتكتبوا ايه؟ لا حاجه خطر على بالنا حاجه تانية. واستمرت حتى اعلان الجمهوريه في يوليو 1957. وجيه سمير محمد الامين باي. محمد الامين باي طبعا اجابه صحيحه. رابع وجيه خطفت 10 نقط، نتيجه اتغيرت 30 جامعه القاهره 10 جامعة المنوفية.